بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلى معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة المعارج إلى الآية رقم 32، الآية رقم 32، 33، 34 وما بعدها. افتحوا رجاء سورة المعارج الآية 32 وما بعدها. رقم الصحيفة عندي 569، 569. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وصلوا على محمد وآل محمد. الليلة الماضية قرأنا قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهذه صفة ذم للإنسان اللي فقد الإيمان أو إيمانه ضعيف. الذي كان إيمانه ضعيف أو ما عنده إيمان، الله سبحانه وتعالى يقول هذا هلوع، وبعدين فسر الهلوع. الهلوع شنو تفسيره؟ تفسيره أنه إذا مسه الشر يجزع وإذا مسه الخير يمنع. إذا مسه الخير جزوع، مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. وهذه صفة ذم طبعا، من الصفات المذمومة القبيحة. ثم استثنى المصلين، قال: إن إلا المصلين، وذكر للمصلين تسعة صفات. قرينا أربعة منها، خمسة منها البارحة، والبقية إن شاء الله نقرأها هالليلة. المصلين الذين يتصفون بهاي الصفات التسعة، هذول لا، إيمانهم كامل، ليسوا جزوعا ولا منوعا. أما الصفات الأربعة الخمسة اللي قريناها البارحة، أولا الذين هم على صلاتهم دائمون، هاي واحد، رقم واحد. رقم اثنين: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هاي اثنين. ثلاثة: والذين يصدقون بيوم الدين. أربعة: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، هاي أربعة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هاي تكلمنا عنها البارحة. خمس علامات ذكرناها في الليلة الماضية للمصلين، بقيت أربع علامات أخرى. خمسة وأربعة إيش قد يصير؟ تسعة. زين، الآن انتبهوا إلى الصفة السادسة. الصفة السادسة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
سألتني أمانات جدا مهمة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، إلى درجة أن زين العابدين عليه السلام، اسمع حبيبي اسمع، شوف قضية الأمانة شكد مهمة. مولانا زين العابدين سلام الله عليه يقول لو أن قاتل أبي الحسين، قاتل أبي الحسين أمنني على السيف الذي ذبح به الحسين، خلى أمانة عندي أرجع الأمانة عليه. عرفت شكد أهمية الأمانة؟ في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدوا الأمانة إلى البر والفاجر، يعني حتى لو يهودي، حتى لو فرد مشرك كافر، خلى عندك أمانة، واجب 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 أن تؤدي الأمانة. لا تقول هذا الكافر ما له حلال، ما له حلال إذا حصلته عن طريق غير الأمانة، أما إذا حصلته عن طريق الأمانة يجب أن ترجعه. وهي مسألة مهمة. والذين هم ثم الأمانة، خلي شوية نفصل معنى الأمانة. مرة الأمانة فلوس يخلون عندك، أموال بضاعة تجارية، وطبعا ترجعها ترجعها. مرة الأمانة يقول أنا مسافر، زوجتي بناتي عائلتي أخليهم أمانة عندك. مثال على سبيل المثال، لو أنت معلم والدرس الصف الأول ثاني ثالث، هذول الصفوف الابتدائية، هذول الأطفال، الأطفال الذين أنت معين لتدريسهم، هذول أمانة عندك، أمانة، مو بس أمانة جسميا، يعني عقيدتهم أخلاقهم، إذا أنت مكلف تعلمهم الصلاة تعلمهم الحلال والحرام، ما علمتهم فأنت خنت الأمانة. تسمعني حبيبي؟ إذن فالأمانة معناها واسع جدا. إذا أنت صاحب عائلة، عائلتك أمانة عندك، تمام؟ بعد أقول على نفسي، أم أقول على نفسي، هذا المنبر وهاي القرآن اللي أتكلم عنه هذا أمانة عندي. إذا أنا ما استعملت الأمانة في حقها فأنا أعوذ بالله خائن، خنت الأمانة. اسمعني حبيبي، إذا كل إنسان أمانته تختلف بحسب وضعه. الخطيب والواعظ أمانة، المنبر أمانة عنده، يجب أن يؤدي الأمانة. الموظف اللي بالبنك، مدير البنك الذي قاعد بالبنك، الناس يخلون فلوسهم عنده بأي بأي اعتبار يخلون عنده؟ مو أمانة؟ لا، لازم يؤدي الأمانة عندهم. وهكذا صاحب الشركة، شركة تجارية. إذن فالأمانات لها معاني عميقة وواسعة، وكل إنسان هاي محتاج. بعدين خلي أقول لك بعد أكثر، خلي أكثر. في إحدى الزيارات، أوسع الموضوع شوية، عندكم خلق، صلوا على محمد وآل محمد. في زيارة الحسين، زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، تقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه. يعني شنو؟ شنو معناته يا أمين الله في أرضه؟ الحسين أمين الله على دينه، على حلاله، على حرامه، على القرآن، هذه أمانة. الأنبياء كلهم أمناء الله، وأعظم وأكبر وأعز يمين في تاريخ الدنيا من أولها إلى آخرها هو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. الآن أسألكم يا إخواني، رسول الله أدى الأمانة أو لا؟ ها؟ طبعا أدى الأمانة. بعد رسول الله هاي الأمانة انتقلت إلى من؟ إلى من انتقلت؟ طبعا أمير المؤمنين أدى الأمانة. أولا زيارة أمير الله،
مروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، يجي يركب ناقته من المدينة إلى النجف. ذاك اليوم مدينة ماكو، بس قبر، قبر عليه من الصحراء. يوم اللي زين العابدين زار جده أمير المؤمنين قبر علي بالصحراء، ماكو مدينة ولا حرم ولا صحن ولا بناء. يجي زين العابدين عند قبر جده ويزوره بهذه السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، هاي أمانة. إذن فالدين والإسلام أمانة، القرآن أمانة، الإيمان أمانة. بعد أقول لك ها، الله يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الأمانة فشيء مقدس، فشيء جدا عظيم. الآن أنت يا الآباء، أنت كم ولد عندك؟ كم بنية عندك؟ عائلتك كم واحد؟ هذول عائلتك إذا خمسة، إذا أربعة، إذا ستة، هذول أمانة في رقبتك. إذا ما علمتم الإسلام، ما علمتم الصلاة والصوم والوضوء والحلال والحرام، نعوذ بالله أنت خائن. أولادك، عائلتك، أولادك، بناتك، أطفالك أمانة برغبتك. إذا الولد كبر تارك الصلاة، يقول أبويا ما علمني، أمي ما علمتني، أبويا كلها يم الفلوس، بيع وشرى وبيع وشرى وتجارة وكذا، ما أدى الأمانة، أولاده وبناته ما علمهم صوم صلاة عبادة، هذا الأب أمين يعتبر أدى الأمانة؟ طبعا لا. الآن عرفتوا معنى الأمانة إيش قد؟ معنى الأمانة واسع. والذين هم لأماناتهم، كلمة الأمانة هم جمع يجيبها، أماناتهم وعهدهم، كلمة عهد مفرد، أمانات جمع، معنات الأمانات معناها واسع جدا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد وفى، وإذا اؤتمن أدى أمانته. والمنافق بعكس ذلك، المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم. إذن يا أخي اهتموا بالأمانات، من أعز علامات المؤمنين أن يحافظ على الأمانة، لا يخون الأمانة ولا يبقى شعره. والذين هم لأماناتهم، بعد شنو عندكم؟ شنو عندكم؟ عينوا بالقرآن. وراء الأمانات شنو؟ وعهدهم. عهدهم يعني شنو؟ مرة عهد بينك بين الناس، أنت مثلا نجار، ها يجيك المشتري يقول سوي لي باب بهاي الصفة، سوي لي كرسي هكذا، فلوسها هالقد، تعال ورا أسبوع. معناته أنت ورا أسبوع لازم يؤدي الأمانة، تمام يا ولا؟ إذا الأسبوع سوى أسبوعين يعني بقد خان الأمانة، هذا العهد اللي بينك وبين المشتري. مرة عهد بينك وبين الله، العهد اللي بينك وبين الله شنو يعني؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى.
العهد اللي بينك وبين الله أن تؤمن بالله ولا تعصيه وتؤدي الواجبات وتترك المحرمات، هذا العهد. أكو عهد آخر أنتم إن شاء الله ملتزمين به، شنو هو؟ ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الغدير أخذ على الأمة هذا العهد من بعده بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن هذه الأمة وفوا بهذا العهد؟ ما وفوا بهذا، خانوا. أهل الكوفة عاهدوا الحسين عليه السلام على البيعة، وفوا بعهدهم؟ هنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمن يجب أن يفي بوعد الأمانات، عرفنا معناها. بعد ومن الأمانات أمانة السر، يعني إذا أنت بينك وبين أخيك سر، يخبرك بسر من الأسرار، يقول لك هذا لا تخبر أحد، هذا يعتبر أمانة. فأنت إذا أبشيت السر، ما كتمت السر، ما حافظت على السر، فقد خنت الأمانة. إذن معنى الأمانة ومعنى العهد. وفي آية أخرى سبحانه وتعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله يسألك يوم القيامة يقول لك أنت عهدت الله، عهدت الناس، ليش ما وفيت بعهدك؟ هذا يظل شيء في رقبتك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. راعون يعني شنو؟ يعني راعي، يعني يلتزم، يلتزم عمليا بالأمانة وبالعهد. أوفوا بالعهد. زين خلي شوية بعد نتوسع بالعهد، خاب أنا أدوخكم بهالحكي هذا، ما تدخون ها؟ أريد نتوسع، نتوسع بمعنى العهد. المفسرين يقولون العهد كل عقد، كل عقد، عقد بيع، عقد إيجار، عقد شركة، هذا كل عهد، كل عهد. أكو آية في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني شنو أوفوا؟ يعني مثلا أنت بعت لك عندك سيارة، بعتها، بعت السيارة بعشر ملايين مثلا، زين، وطيت كلام، صبقت على إيد البايع والمشتري، بعدين إجاك ود واحد انطاك 12 مليون، بعد ما أنت كملت العقد إجاك 12 مليون، شو تسوي؟ تلتزم بالأبو العشرين ولا يأخذك الطمع؟ طبعا هذا بالنسبة إليك أنت البايع. المشتري أيضا اشترى منك عقدا، عقد شراء بعشر ملايين، بعدين راح مكان آخر لقى نفس السيارة بتسع ملايين أرخص. وأوفوا بالعهد شنو معناته؟ أوفوا بالعقود شنو معناته؟ يقدر يبطل عن هذا؟ طبعا لا، ما يقدر. فمسألة العهد والعقود أيضا مسألة واسعة. مسألة الزواج مثلا، عقد الزواج، الإنسان إذا عقد على بنت، على مرأة، عقد النكاح، ويجب أن يلتزم بلوازم العقد، باعتبارك أنت زوج، واجبات الزوج تجاه زوجته شنو؟ لازم يلتزم. والمرأة أيضا واجباتها، واجبات كل زوجة تجاه زوجها شنو؟ لازم تلتزم. فالزوج الذي يعقد على امرأة وبعدين ما يعطيها النفقة، ها؟ هذا يلتزم بعهده؟ والذين هم لأمانتهم وعهدهم، هذا ملتزم؟ ما ملتزم. الزوجة اللي عقد عليها الزوج
وقالت نعم، ما يأخذون منها وقالت تقول نعم، ورضيت بالزواج وتم العقد، بعدين ما ترضى بزوجها أن يباشرها، تقول له ما أرضى، ملتزمة ما ملتزمة. إذن التزام بالعقود والتزام بالعهود هذه كلها يعني معناها جدا واسع. أوفوا بالعقود سواء عقد بيع أو عقد زواج أو عقد شركة أو عقد رهن أو كل العقود، كل العهود. زين. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم، شهادات جمع، والذين هم بشهاداتهم قائمون. الشهادة لها مرحلتان، فكركم يمي ولا أريد أفهم القرآن. الشهادة مرحلة الأولى مرحلة تحمل الشهادة، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة أداء الشهادة. خلي أوضح لك، يعني أنت بالشارع بتروح تشوف فد واحد شال سكينة خنجر ضرب بواحد، ضرب، أنت شفته بعينك، بعدين قال لك المضروب، قال لك تعال اشهد لي، شنو واجبك؟ هاي الآية شو تقول؟ الآية شو تقول لك؟ يجوز لك تقول لا ما عندي خلق؟ ليش ساكتين؟ الآية شو تقول إخواني؟ لازم تروح تشهد. ليش؟ لأن شبت. ومن أظلم ممن كتم شهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. شبت، تعال اشهد. إذن هذا مرحلة التحمل الشهادة. بعدين صارت يوم المحاكمة، راحوا للشرطة، الشرطة للمحكمة، قال عندك شهود؟ نعم. اجوا عليك انت، تفضل بالمحكمة اشهد. يحق لك لك تقول لا ما عندي خلط انا مشغول، او جيب لي فلوس، انطيني فلوس حتى اشهد. الشهادة إذا معناته والذين هم بشهاداتهم قائمون. مرة هاي شهادة على السرقة، على الجرح، على أي شيء من الأشياء، شهادات. شهدت الهلال مثلا آخر رمضان، شهدت الهلال والناس ما يدرون أنه بكرة عيد أو لا، أنت الشاهد، روح اشهد، اشهد، واجب عليك تأدي الشهادة، حرام عليك كتمان الشهادة. تسمعني عيني، كتمان الشهادة حرام. ليش؟ الله يقول ومن أظلم ممن كتم شهادة، كتم كتمان يعني، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لازم تشهد، سواء قضية محاكمة أو شهادة الهلال أو شهادة موت، شهادة وفاة، شهادة ولادة، لازم تشهد. باب الشهادة باب واسع في الفقه الإسلامي، الفقهاء كتبوا فصولا طويلة في باب الشهادة، تحمل الشهادة وأداء الشهادة. زين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم اللي اجت الخلافة أيام إمامته، فد يوم صعد المنبر وتحت المنبر جماعة من القاعدين، اسمع، قال من منكم يا جماعة، من منكم حضر يوم الغدير، يوم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 12 واحد وفي رواية 18 واحد غامض، هذا قال أنا موجود، ذاك قال أنا موجود، ذاك قال أنا موجود.
التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس بن مالك وزيد بن أرقم، قال يا أنس ليش بتقوم؟ أنت ما جريت؟ قال يا أمير المؤمنين لقد كبرت وأنسيت. جذاب، قال كبرت وأنسيت، ما رضى يشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كاذبا ضربك الله بأبيض لا تواريها الحمامة. إذا أنت جرت موجود وشفت الآن ما تشهد، ها الله يضربك في يعني برص، وإذا فدم دبعة واحدة صار نقطة برص هنا في جبهته، نزل عمامته البرص نزل، نزل عمامته هي كل ما كان ينزل عمامته البرص ينزل إلى أن نزلت بعينه وعمت عينه. سألوه يا أنس هذا العمى منين جاك؟ قال بدعوة الرجل الصالح، ها؟ وانطبق عليه قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا مو بس عمل عين، عمل قلب، هذا عمل قلب. زين، يوم الغدير، يوم اللي أخذ رسول الله البيعة، بيع لعلي بن أبي طالب، ونزلت آية وراها آية وراها آية، يا أيها الرسول بلغ، بعدين اليوم أكملت لكم دينكم، بعدين سأل سائل آية وراء آية، جبرائيل حاضر، ملائكة حاضرين، رسول الله حاضر، على الأقل على الأقل 90,000 من الصحابة موجودين. لكن بعد وفاة رسول الله هذول 90,000 شهادتهم وين صارت؟ شهدوا أو خانوا؟ خانوا بعد، بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه، لله ريب الظهور. شو الخيانة؟ والذين هم بشهاداتهم قائمون. أنت إذا عندك شهادة لا تخون، تعال اشهد، لا تكتم الشهادة ولا تزيد ولا تنقص، قم اشهد، سواء شهادة رؤية الهلال أو شهادة أي شهادة، قتل، شهادة ولادة، شهادة وصية، وصية واحد يموت يوصي، خلى وصية فلان، اشهد، أقم الشهادة مالتك. إقامة الشهادة يعني أداؤها كما أمر الله سبحانه وتعالى. زين، والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. زين، أول شيء الصفة الأولى الذين هم على صلاتهم دائمون، هنا يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون. شنو الفرق بين الدائمون والمحافظون؟ تكرار ماكو، تكرار ماكو، دائمون إلى معنى، يحافظون إلى معنى. الإمام محمد الباقر عليه السلام يفسر، لأن سأله واحد من أصحابه قال يا ابن رسول الله، الله على شخص واحد يقول مرة يقول على صلاتهم دائمون، مرة يقول على صلاتهم يحافظون، شنو الفرق؟ قال لا ماكو تكرار، على صلاتهم دائمون يعني الملتزمين بالنوافل. أما هاي الآية وعلى صلاتهم يحافظون يعني يحافظون على شروط الصلاة، يحافظون على الطهارة، على القيام، على القعود، على الركعات، على القراءة، على كل واجبات الصلاة ومستحباتها وآدابها. إذن معنيا بعدين على صلاتهم دائمون يعني في النوافل في المستحبات، هذه يحافظون الواجبات يعني صلاة الفريضة، صلاتك الفريضة واجب عليها، واجب حافظ عليها، حافظ على الوقت، يعني لما يأذن أذان الفجر بعد لا تنام، قوم
حافظوا، الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذا أنت موظف، إذا أنت مدرس، إذا أنت تاجر، إذا أنت خاسب، الأذان لما يؤذن أذان الظهر، أذان العصر، أذان المغرب والعشاء، اترك المدرسة واترك البيع واترك النوم واترك الغداء والعشاء، ركب للصلاة. هذا معنى حافظوا على الصلوات والذين هم على صلاتهم يحافظون. زين، بعدين وين صار؟ أولئك في جنات، في جنات مكرمون. ترى الجنة مو خانج غانها، إذا هاي الشروط ما توفرها ما يطلق طريق للجنة. هاي شروط تسعة شروط التزم بيها، بعدين يقول أهلا وسهلا باب الجنة مفتوح لك. مو بس يدخل الجنة، لا، مكرمون. مكرمون يعني هناك أكو عندك خدم، ملائكة يخدموك يكرموك، الحور العين يخدموك، ولدان المخلدون يكرموك، يكرموك في القعب، في أكلك، في نومك، في سكنك، في خدماتك، كل ما يعجبك مكرم، مكرم محترم. ليش؟ لأنك التزمت بهاي الشروط التسعة. أولئك في جنات مكرمون. زين، بعدين جماعة من المنافقين كانوا يجون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول تظاهروا بالإسلام لكن دين ما عندهم، منافقين كذبا. هذول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كان يداريهم، يطيهم، يتألفهم، إذا سلموا ويرد عليهم السلام أهلا وسهلا، تعال اقعد، شلون كيفك، شلون أحوالك. إذا أن جاء أمر من الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله هذول المنافقين شنو مجمعهم عندك؟ خلي يولون، هذول كفار، بعد لا تقربهم لا تدللهم. هاي الآية عين زين بالقرآن، يقول فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. المنافقين هذول الله يسميهم الذين كفروا، هذا كلام يعني المفسرين يقولون، أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذول الجماعة من المنافقين مثل فلان وفلان، ها بعد ما أجيب أسماءهم أنتم تعرفوهم، هذول منافقين، هذول لا تدير لهم بال، احقرهم خلي يولون. فما للذين، شمالهم ذولا، شمالهم اللي يجون عن يمينك وعن شمالك، جماعة هالصف قاعدين، جماعة هالصف قاعدين، وانت تتبسم في وجوههم تدير لهم بال، بعد لا تدير لهم بال خلي يولون. فما للذين كفروا قبلك، قبلك يعني عندك مهطعين، مهطعين يعني عيونهم مركزين عليك، كل يعاينون ينتظرون منك أنه تعطيهم جائزة تكرمهم، عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين يعني مجتمعين، مجتمعين حولك طمعا في جوائز، طمعا في الجنة، بس هذول الجنة ممنوعة عليهم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين يعني عيونهم مركزينهم عليك، عن اليمين وعن الشمال، يمينك وشمالك هذول محتفين بيك، عزين، عزين يعني متجمعين عليك، هكذا يقول المفسرون، عن اليمين وعن الشمال، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، أن يدخل جنة نعيم. يعني هذول المنافقين مع نفاقهم مع خياناتهم هذول عندهم طمع أن يدخلون الجنة، جنة نعيم، أيضا جنة نعيم من الجنان العالية.
زين، بعدين عينه اللي بيده قرآن عين، كلمة يدخل أو يدخل شنو قال؟ ها يدخل مو يدخل، شنو الفرق بين يدخل ويدخل؟ يدخل يعني هو يدخل، يدخل يعني يدخلوه، عرفت الفرق؟ يدخل يعني يدخل إدخالا، يعني الملائكة الله يدخلهم، يدخل هو بكيف يدخل، بس هنا شنو عندكم؟ يدخل. ليش ما قال يدخل؟ يريد يقول دخول الجنة مو بيدي وبيدك، دخول الجنة لازم بأمر من؟ بأمر الله. ها الجنة مو خانجان، خانجان تعرفوها؟ الجنة خانجان فتخان كان في بغداد، كل شعيط بعيط يدخلون بي وما حد يمنعهم، بس الجنة مو خانجان. اي نعم، يقول يدخل يعني هذول المنافقين مستحيل الله سبحانه وتعالى بيطهم دروب، ما يدخلون الجنة، ما يدخلون الجنة مو يدخلون. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، يعني لا، ماكو. المنافق ما له طريق في الجنة. ليش؟ ها يقول إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني هم يدرون الله سبحانه وتعالى خلقهم من نطفة، والنطفة صارت علقة، والعلقة صارت مضغة، والمضغة صارت عظام، وكذا وكذا، ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني الذي خلقهم مفتاح الجنة بيد خالقهم مو بيدهم، الجنة بيها مفتاح، ما يفتحوها لكل واحد، مفتاح الجنة بيد من؟ بيد ذاك اللي خلقهم من النطفة والعلقة والمضغة والهذا. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، يعني هذول ما يدخلون الجنة، مكانهم النار. ليش؟ لأنه إنا خلقناهم مما يعلمون، يعلمون أن الله خلقهم من نطفة، من ماء قذر، المني نجس، الذي يخلق من ماء قذر لازم يطهر، طهارته بالإيمان بالله، والمنافق ما عنده إيمان. الجنة مكان طاهر لا يدخله إلا الطاهر، والطهارة بالإيمان وبالتقوى، المنافق ما عنده تقوى، إذا نجس. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أولا فلا أقسم، كم مرة قرينا كلمة لا أقسم في سورة الحاقة تذكرون قبل كم ليلة؟ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا أقسم بيوم القيامة. المفسرين يقولون أن كلمة لا زايدة للتأكيد، فلا أقسم يعني أقسم، ومن اللي يقسم؟ اللي يقسم من هو؟ الله. الله بمن يقسم؟ في هاي الآية يقسم بنفسه، رب المشارق والمغارب منه غير الله؟ الله يقسم بنفسه وهو رب المشارق والمغارب. بعدين أسألكم، كم مشرق عندنا؟ كم مغرب عندنا؟ اسمع، خلي أقرأ لك كم آية في سورة المزمل، يقول رب المشارق والمغارب، عفوا رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلا. هناك مشرق، في سورة الرحمن يقول رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين، صار تثنية. هنا يقول رب المشارق والمغارب، الصحيح شنو هو؟ كم مشرق عندنا؟ واحد اثنين؟ هناك اللي يقول رب المشرق والمغرب مفرد يجيبه،
طبعا الآن حضرتك اللي قاعد هنا، المشرق مالكم وينه؟ والمغرب مالكم وينه؟ هذا صوب المغرب، هذا صوب المشرق، إذن واحد صار. زين، لما نقول رب المشرقين ورب المغربين إلى معنى، ممكن الشمس والقمر، الشمس عنده مشرق وعنده مغرب، والقمر هم عنده مشرق ومغرب، إذن مشرقين. بعدين هذول اسأل أهل الجغرافيا، أهل علماء الفلك، مشرق الشتاء يختلف عن مشرق الصيف. يعني الآن على سبيل المثال، وقت مشرق الشمس الصبح من هناك تطلع الشمس، انتبهتوا؟ بعد 6 شهور الشمس من هنا تطلع، مدار السرطان ومدار، إذا دارسين جغرافيا، إذا ما دارسين خلاص. الشمس في علو وهبوط، صعود ونزول، والمغرب ما لها بنفس الشيء، إذا طلعت الشمس من هناك مغربها من هنا، وإذا طلعت من هنا مغربها من هناك. إذن صارت شنو؟ مشرقين ومغربين، مشرق الشتاء ومغربها، ومشرق الصيف ومغربها. أما المشارق ليش؟ رب المشارق والمغارب. أمير المؤمنين عليه السلام يقول، علماء الجغرافيا يقولون، علماء الفلك يقولون، يقولون إن الشمس لها 360 مشرق و 360 مغرب. السنة الشمسية كم يوم؟ السنة القمرية ما أسألك، السنة الشمسية 360 أو 365. يعني هاليوم الشمس طلعت منين؟ من درجة معينة، باكر من 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 درجة بجنبها ترى، وكذلك غروبها. 360 مشرق 360 مغرب عندنا، وهذا معنى قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب. الله يريد ينبهنا على حركة الشمس، شروقها وغروبها، والعظمة الإلهية والحكمة الإلهية، اللي شلون هذا الفلك، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الله يريد ينبهنا على هذا. يقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. الله سبحانه وتعالى عنده قدرة، أما القدرة وين نستعملها؟ إن شاء الله باكر نشرح لكم إن شاء الله. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا فك رقابنا من النار، فك رقابنا من النار، فك رقابنا من النار، واجعلنا من أهل الجنة، نور قلوبنا بالإيمان، اجعلنا من أتباع القرآن، وفقنا لما تحب وترضى، اشف مرضانا وداوي جرحانا، وادفع عنا كل سوء وبلاء. إلهنا من أراد بنا سوءا فأرده يا الله، ومن كادنا فكده يا الله. إخواني وأخواتي زوار ومجاورين، أوصيكم بقراءة آية الكرسي، لا تنسوا هذا الكرسي، عجيبة عجيبة هاي آية الكرسي، تدفع عنكم كل بلاء. قرأت لكم الحديث البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها مرة بعث الله ملكا يحرسه، ومن قرأها مرتين بعث الله ملكين، ومن قرأها ثلاثا بعث الله ثلاثة، ومن قرأها أربعا قال الله للملائكة تنحوا فأنا أتولى حراسته. الله يحرسكم، يحرسكم عن كل سوء، عن كل بلاء. قوموا الآن إخواني وأخواتي، ارفعوا أصواتكم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك
عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.